واحد جو. قافل عندهم شيء يعني اللي قدر الفريم مع اللوك هذا كنت يدير 35 في 36 ألف يعني 10,000 دولار يعني هذا لو تزيد له الرنجات والسكان يطلع لك تقريبا 70 ألف يعني. تبغي ثواني زيادات وتبع زمن يبغي لك التروس هذا. فاحنا اكثر شيء هذا نشتغل بهم في التمرين. اوكي. وعلى فكره التمرين هو اللي يندار فيه كل شيء الحسابات البيوت وقطع غيار اللي لازمه وهذا بس.